شو مزلت العادات مزلت فهمتني بيريت الربط من اول الدنيا فهمتني كي حتى تدخل الربط كي تشم الريحه بركه فهمتني راك صاحبي تترونكيل تعمل برشا جو فهمت مزلت العادات هذيك ومزلك ما نبدل شيء تحكي لنا في الربط القايع بالضبط بشيفه نحكي لك انا بين نحكي لك انا باب السويقه الحلفويه فهمتني هو محلي حومتي في الربط تختلف عن احياء في احياء اخرى اي صحيح صحيح ما كنت انت والعبيد راه فهمت انت والعبيد مش مشكله معناتها حوم اخي حوم عباره معناتها سقف ويجور فهمت انت والعبيد العبيد خويا تنجم العبيد تتبدل معاك تنجم العبيد لي فهمتني هكاك معناتها ما دخلها شيء لحوم فهمت مشكله العبيد النساء اللي يسكنوا في الربط مازالوا النساء كل المحافظين اللي طيبوا الحاجات الدياري والا بعدنا شوي مازال والله مازال حكينا بالتفاصيل مازال صاحبي ما تبدل شيء مازلنا نفس مثلا حتى السفسيري مازال عندنا سفسيري نحن في الربط معناتها فهمتها التو مازلت معناتها مازلت معناتها تخرج مراه فهمتني بسفسيريها تتعدى مثل الطفله فهمتني العبيد معناتها تحشم معناتها تقدرها فهمتني ديك مثل اخت فلان فهمتني مازلت العادات مازلت مازلتك اللي طيب حاجه يذوق جارو ها بالطبيعه بالطبيعه وشنو الحاجات الاخرى مثلا في المناسبات في الاعياد في رمضان كيفاش رمضان خويا رمضان خويا باللمة بالجو فهمتني شنو جاري هذاك مثل ناقص مثل طيبش فهمتني عادي تمدلو عادية معناتها تنجم حتى مثل نشق فطري مثل بعض طفل صاحبي مع عائلته نجم هو يجي بعضه عادي جدا فهمتها ليه عازب انا خويا انا وحدي نختار ربسي وحدي وحدي خمم باش تزوج ترتبط في المستقبل تحسن امورك ولا شنو في تونس في تونس لا مش نعرفش انا ما صعيبه صحيت صعيبه بمعنى معناتها باش تعرس في تونس راك لازمك صاحبي كهرباء ودار وما نعرفش شنيا وفهمتني لازم انسان مليونير فهمتني باش تعرس باش تاخذ معناتها واحده تونسيه فهمتني فما البنات اللي يعني معناها يعاونوا ولا يصبروا ولا يكونوا باهين معرفش نعرف ثم اسمعني اعطيك انا موضوع انا واحد من الناس ناخذ وحده بنت وصول فهمتني تونسيه افريقيه ما نعرفش بنت وصول كي نخرج من الدار نخلي تذكر بعد بالرسمي في الدار يا مش لازم فهمتني يعني نمشي لبرا خويا ناخذ وحيده يهوديه قل لي علاش يا اخي ثم الغدره ثمش غدره ثم غدره في البنات في تونس ثم الغدره صح انا نعطيك تحب عليها انت انا ندور تمشي ندور نلقاك مع واحد اخر.